بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. في اعلان بيطلعوه لنا في التلفزيون كده كل شويه، ايه من باب التوعيه والنصيحه البريئه وكده، لا داخل فيه مصلحه ولا اياته حاجه، نصيحه كده خالصه مخلصه، واللي هي ايه، انتوا هتعرفوا الاعلان ده لما احكيه لكم. اللي بيطلعوه لنا كده واحد مربي ضوافره وبيلحس صوابعه عشان يعني نجيب اخرنا في القرف خالص بقى، وقال يقوم ماسك ايه خرطه الجبنه كده سايبه بصوابعه ومديهم للست اللي بتشتري جبنه، او يقوم فاقش ست بيضات كده في كيس ويديهم برضو ايه للي بتشتري بيض. فالست دي لما تتقرف بقى، يعني تقرف قوي بقى، كويس انها ما رجعتش في وشه اصلا، فتقوم داخله لها بقى الست الدكتوره المنقذه صاحبه النصيحه الغاليه اللي مش عارفين من غيرها كنا عملنا ايه والله، وتقوم قايله لها ايه، انت قرفانه ليه؟ ما هو ده اللي بيحصل بالظبط لما بتشتري اللبن السايب اللي كله ميكروبات حتى لو اتغلى، وحطوا خط تحت حتى لو اتغلى دي يعني كذا خط كده، لانه من ايد لايد على اساس ان اللي بيحلب الجاموسه يعني بينزل ياخد له غطس في اللبن شويه. وبعدين بقى تكمل النصيحه الغاليه يعني بتاعتها الخالصه المخلصه دي، وتقول هي بقى ايه مش وراها اي مصلحه دي، وتقول لها ايه، اللبن اللي في العلب هو ده اللبن المعقم الخالي من اي ميكروبات. ويخلص الاعلان، والمفروض بقى اننا ايه بعد ما نشوفه يا نعود لرشدنا بقى وصوابنا ونتوب الى الله من اللبن السايب اللي صوره لنا انه شيء مقرف ومقزز، واي حد عنده جاموسه في البيت بقى يروح يذبحها فورا او يسلمها لمصانع اللبن عشان هي اللي تحلبها له بمعرفتها. والحقيقه الاعلان ده جاب معايا نتيجه عكسيه من اول مره شفته، لاني افتكرت ان انا عشت حياتي كلها ما بشربش غير اللبن السايب اللي لسه محلوب طازه من الجاموسه، واللي كان بيجي لنا الصبح بدري دافي كده، كان مين اللي يجيبه لنا؟ كان يجيبه لنا بنتين زي القمر فله، لابسين لبس المدرسه البيج الحكومي ده مكوي زي فله، ومستحميين وعاملين الضفاير بتبرق كده من النظافه، وامهم ست مكافحه تصحى من الفجريه تحلب الجاموسه وتدي لبناتها اللي بينزلوا من بلد جنب طنطا يوزعوا اللبن على الناس اللي في طنطا، ويقوموا واخدين فلوس اللبن الحلال ويروحوا مدارسهم. وليه بقول فلوس الحلال بقى؟ لان عمره ما اتغش ولا تزود لبن بودره ولا ميه، بقمره القشطه اللي كانت بتطلع على اللبن ده كده حاجه كده بتاعت 5 سنتي على وشه تطلهت كده من جمالها وطعمتها، مش حتة الورقة اللي بنشيلها من على وش اللبن اللي كاتبين عليه كامل الدسم وفي الآخر نشيل عليه من عليه ورقة. والحقيقة برضو أنا كان بودي أخدمكم بصراحة بتوع الإعلان وأقول لكم إننا كنا بنعيا مثلا ولا بنسهل لما بنشرب اللبن ده من الميكروبات اللي في اللبن ده اللي الست الدكتورة بتاعت الإعلان بتقول إن عمرها ما بتموت حتى لو اتغلى، ما حصلش. الحقيقة إحنا لحم كتفنا من خير اللبن السايب ده، وما سمعناش عن الأمراض ولا عمرنا كنا سمعنا عن السرطانات اللي محوطانة دلوقتي ومحوطة الأطفال في كل ناحية، إلا لما بدأنا نتعامل بالمواد الحافظة والعلب والألوان الصناعية والكرتون والبلاستيك وكل الحاجات اللي بيتحط فيها اللبن والعصير والهم اللي اتبلينا بيه ده. معلش أنا أسفة، بس ده إعلان مصلحجي 100% يصب في مصلحة الشركات اللي بتبيع اللبن المعلب، واللي للأسف يعني لازم نعترف إننا بنشتريه استسهالا وعيالنا اتعودوا على طعمه الماسخ. إنما ده مش معناه إننا ما بنشتريش اللبن السايب، لا بنشتريه وبنشربه كل ما بتسمح الظروف وبنستمتع بخيره اللي اتحرمنا منه. في النهاية بس أحب أقول للقائمين على الإعلان ده، القرف اللي حضراتكم بتصوروا بيه الراجل اللي بيلحس صوابعه ده يعني وبيحط ايده في الحاجه ده، تروحوا تضحكوا بيه على ناس تانيه في بلد تانيه، مش في بلد نص اهلها فلاحين وصعايده وعايشين في بلاد ها على خير الجواميس والبقر اللي بيربوها في بيوتهم وبيشربوا وبياكلوا من خيرها. والجبنه القريش دي كانت بتجيلنا من اللبن وكانت بتتعمل في البيوت وبتجيلنا وطول عمرنا بناكلها زي الفل وكان صحتنا جايه عليها، والزبده اللي من اللبن دي كانت بتجيلنا كده، الزبده كده كنا بتجيلنا معموله والستات كانوا يعملوها ويجيبوها لنا زي الفل، فكل الحاجات دي كانت يعني بالايدين وكانت فل وقشطه. دلوقتي لما بنيجي ندور على القشطه عشان نشتريها برضو قشطه في معلبات عامله زي مخفوقه كده، ولا ليها طعم القشطه ولا ليها علاقه بالقشطه اساسا،
لازم برضه نروح نجيب القشطه، لو عايزين نجيب قشطه لازم نجيبها من اللبن السايب. محدش يقول لنا بقى اللبن السايب ده كارثه من كوارث الزمن وحرام وميكروبات وما بيتغلي، ما يعني بنتعب منه، ولا عمرنا تعبنا ولا شفنا التعب ولا العيا ده غير لما رحنا اللبن المعلبات.